كده يا سرايا انت ما بتقعديش، انت ما بتقعديش خالص، انت بتنزلي على طول، انت شوتر طبعا عملاق. انا في اعتقادي الناس اللي بره بتدي السبيريت اكتر وبتبقى سبورت يعني، وانا بلعب حتى على مستوى الكوره خلينا نتكلم بكل امانه، واحنا بنلعب الناس اللي قاعده بره لو مش حاسين ان احنا هم قلبهم علينا وسبورت لينا، خلي بالك بتفرق كتير جدا جدا، وخاصه انتوا كمان عندكم التغيير بسرعه يعني حد بيخش ويخرج وده اللي بسرعه. حصل فعلا السنه دي لما احنا خسرنا اول ماتش في سبورتنج، احنا لو هم كانوا كسبونا تاني واحد احنا خلاص مش هناخد الدوري. احنا نفس السيناريو حصل معانا السنه اللي فاتت بالظبط، وخسرنا اول ماتش في القاهره كسبناهم في اسكندريه، فان احنا اصلا نكسبهم في اسكندريه طبعا بالظبط يعني ريس كبير بصراحه. فالسنه دي حصل نفس الحاجه، فاحنا يمكن متعودين ان السيناريو ده بيحصل، فخلاص قعدنا مع بعض واحنا عايزين نلم الدنيا وكله ينزل ويشيل اي حاجه من دماغه، اللي ما بيلعبش قبل اللي بيلعب، وهم بصراحه واللي ما بيلعبوش على فكره هم ممكن في ثانيه ينزلوا حد منهم يجيب شوط هيكسبنا. سبورتنج من الفرق الصعبه القويه، اكيد كنتوا بتستعدوا يعني بتستعدوا لها استعداد خاص كل ماتش بالظبط، خصوصا الماتشات الفاينل بالذات بيبقى ليها دايما يعني كل ماتش فاينل كل حاجه هي بتبقى ليها السيتويشن بتاعها. فهو فعلا ده كان اللي حصل، وخصوصا مع فرقه زي فرقه سبورتنج، هي مش فرقه قليله خالص، وبصراحه برده يعني كل فرق الدوري برضو، بس هو خصوصا الفاينل هو بيبقى اهم حاجه دايما. تمام. هم كمان طول السيزون اصلا كسبونا، كان واجهنا 5 مرات، هم كسبوا 4 واحنا كسبنا مره، فكان هم مستعدين وعندهم روح اعلى مننا ان هم اللي يكسبوا بقى الخمسه يعني. كل مرات مش فارقه كانت بيبقى كله صاعد اصلا، بس يعني بيكسبونا مثلا رايح عندنا راجع عندهم، بس كل المرات احنا صاعدين وهم صاعدين، فمش بيبقى فرق حاجه حتى في الترتيب، مش فرق حاجه، كله هيلعب كله.